السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعتكم مقطع جديد لعبة سيرفايفل مجانية موجودة على ستيم، تقريبا اسمها موك ام يو سي كي شي زي كذا، اللي يبغى يبحث عنها مجانية، حجمها 75 ميجا، يعني ما راح تاخذ منك 5 دقايق وهي نازلة عندك، ولا راح تاخذ ولا تحتاج مواصفات للجهاز، فاللي يبغى يجربها يقدر يجربها. طبعا لاحظت انا لسه ما لعبتها ابدا، لاحظت ان في جوين هنا، معناته انه تقدر تدخل مع اخوياك تقريبا لما تسوي هوست، فتقدر تدخل اخوياك، اعتقد انه تقدر تلعبون مع بعض وتوصلون، وتكون افضل من انك تكون لحالك، لان لحالك 200% راح تندعس. اوكي، هنا تقدر تلغي الدمج بين اللاعبين، هنا تقدر تحط السيرفايفل الثانية، ما ادري في كريتيف الفيرسس، هذا اتوقع انه راح تكونون ضد بعض، اعتقد انه لما تحط هذه راح تكونون ضد بعض في اللعبة، تصنعون اشياء وتتواجهون. هنا السيدز اللي هي الموقع، غالبا الناس تعرفونه حق ماينكرافت، تعرفون لما تحط سيدز تختار المكان اللي ترسبن فيه. خلونا نبدأ مع بعض نجربها، بسم الله. اوكي، اليوم صفر، يومنا الاول. الحين يقول لك فايند بيك اب روك، طيب يبين لنا حجر هناك، اشر لي بس هنا في فطر، انا اشيل هذا، والله في صناديق هنا، انا اشيل الحصى هذه. يقول لك اوبن انفنتوري، بس خلينا نجمع حصى اول شيء. هذا وش ما نقدر نشيله، في حصى ثاني يمكن نحتاج الحصى او الحجر، خلونا نجمع مره واحده. الصناديق هذه اتوقع لازم تشتريها، يس تحتاج جولد. نضغط تاب، نفتح هذا وننزله هنا، اللي شاف اللعبه يعرف. نيجي نكسر فيها خشب، طبعا اليوم الاول يحسب لنا صفر، اذا متنا معناتها ما نجونا ولا يوم، لازم نظام اللعبه اكثر ايام تقدر تعيشها في اللعبه هذه، ما مش لعبه مستمره، لا محدوده، راح توصل لمرحله انه لازم تموت، لانه كل يوم راح يقوون الوحوش اللي ضدك. فيس خلينا نجمع الاشياء هذه، ايش المطلوب مننا الحين؟ ما طلب مننا ولا شيء. اوكي، اوبن انفنتوري، كرافت وورك بنش، طيب هذه نبغى نسويها اللي هي كرافتنج تيبل، سوينا واحدة. نجيبها هنا، يقول لك بليس، ما نبغى نحطها هنا بالوسط، ما في بيت حولنا شيء. لحظة الغي الغي، نبغى بيت او مكان كويس نقدر نحط فيها اغراضنا. والله الصناديق واجد يا ناس. استمنى، انا اقول شيل بس فجأة يصير بطيء، استمنى قاعد يخلص بسرعة. طيب لو نبعد هذه نقدر نركض اسرع، ما نقدر نركض اسرع. طيب هل يسبح؟ نقدر نسبح ولا نموت؟ لا لا لا، انكتم الصوت فجأة، ارجع على جبل. طيب خلونا نحط كرافتنج تيبل هنا، نقدر نصنع ثانية، ما هي مشكلة، لا احنا بعيد ما هي مشكلة. طيب سوينا كرافتنج تيبل، ايش اللي مطلوب مننا الحين؟ نجي عندها، عندنا بارك، هذا وشو استاك اتوقع، او ستيك اسمها. هنا فيه بيكاكس واكس، وهنا فيه الفرن، وما الفرن والشغلات هذه. هنا تبني بيت، اوه تقدر تبني بيوت. اوكي طيب خلونا نجرب، هذا وشو بو ليش شكله دايري كذا؟ بول، لا مو باول. اوكي هذا اعتقد انه شكله زي الصحن، بس هذا كيف نسويه؟ نحتاج 5 وود عشان نصنع هذا، ونصنع بعدين اللي هو الاكس والشغلات هذه. يبغالنا نجمع خشب، نروح نجمع خشب، نشيل الحجر هذا، نشوف هذا نقدر نكسره ولا لا. لا هذا ما يتكسر، نبغالنا خشب بني اللي هناك. اوكي بسم الله، نجمع خشب بطيء جدا. اوكي اعطانا تفاح واعطانا خشب، خلينا نشوف نقدر نصنع هذه ولا لازم نرجع برضو هناك. يلا عاد استمنى حق تتخلص بسرعة، شيل الحجر هذا، تعال هنا وشوف البارك كم نقدر نسوي. 5 ثانية كذا، صنعنا 2، نجي عند التول، يلا سوي، ايش ناقصنا؟ ناقصنا وود، نرجع نجمع وود مرة ثانية، يلا ليلنا طويل. خلصنا الأولى ونجمع الثانية، وهذه الثانية،
جمعنا خشب عدد كويس. يلا نقول بسم الله، كأنه الليل بدأ يجي الساعة. نشوفها الآن. أوه ليل 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 ليل. بسرعة قبل لا يجوني. نصنع واحد هذا، نشيل هذا فوق. الثاني ليه ما نقدر نصنع؟ سمعت صوت، سمعت صوت يا ناس. لحظة، صنعنا هذا ليش ما نقدر نصنعه؟ يخرب بيتك، ايش هذا؟ لا 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 لا، ايش هذا غريب؟ تعال تعال تعال، اديله على جبهته. اوه كثروا 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 كثروا. تفاحة تفاحة. اوه نسيت الاكل. لحظة، نسينا الاكل. كيف اكل؟ ما هو قاعد ياكل يا ناس. ايوه ما زودنا شيء مرة. يبغى نبدأ نضرب. قاعد يكسر حجر. ايوه راح الاول. هذا ليش عليه جمجمة؟ سريع سريع يخرب بيته. ايوه بقل شوي. دخت، ها يا حيوان دخت. هذول يرمون يا ناس. طب لعب 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 لعب. ما راح امشي لين اذبح. خرب بيتك. في صوت ثاني. اوه باقي اثنين من ذولا. ليه مو قاعد يدمج مرة؟ خلص اليوم الأول طبعا. الغبي في اللعبة، الشيء الغبي. عندي كوينز، خلنا نفتح. عصير برتقال يقول لك يزيد سرعة الأتاك. هذا جدا كويس وحلو انه جاني من البداية، لأن وضعي مفقع زي ما انتم شايفين. نحتاج أكل. هل نقدر ناكل المشروم والشغلات هذه؟ يامي مكتوب تحته، يامي. هذا ما ادري ايش سالفته الصراحة. هذا يقول لك تصنع به شغلات، لكن ما هي مشكلة. خلينا نروح نشوف. هذا ملون. كم عندنا فلوس؟ 15. ما نقدر نفتح اي صندوق ثاني. ناخذ لنا خشب على السريع بس. اوكي الحين خلونا نشوف المشروم هذا منه فايدة ولا لا. خلنا ناكل هذا. اوكي هيل، بس ما هو قاعد يزيد الجوع. طيب هذا وش فايدته؟ عندي منه اثنين، خلينا نجرب. اوكي هذا قاعد يهيل، اي يزيد الجوع او ينقص الجوع بالاصح. نشوف هذا. هذا يزيد الاستامينا. الوردي للاستامينا والاصفر للجوع، فهذه لازم نميزها. شيل التفاحة. انا اتمنى انه لما يلقط الاشياء يجيبها هنا تحت. هذا اتوقع يزيد كل شيء هذا صح؟ صص مشروم. اوه شكله يزود كل شيء، بس لان كل شيء عندي فل فزود لي رفع لي الجوع بس شوي. اشوف هذا. طيب خلونا نصنع بيكاكس. لازم نصنع الشيء هذا. نصنع منه حبة اعتقد تكفي، ونجيب البيكاكس. وعندنا هنا الفرن والشغلات هذه اللي ما اعتقد انه راح نبنيها الان او نصنعها الان. هذا وش روب؟ نحتاج قمح وبارك حبل. ما ادري ايش الفائده من الحبل هذا. اقدر اشيله؟ ما اقدر اشيلها. ما نقدر نشيل. يلا نمشي نشوف لنا مكان ثاني. هذا كم الصندوق؟ وهذا 25. يبدو لي انه اقل شيء في الصناديق 25، يعني ما تقدر تاخذ شيء اقل من 25. هذا ما يتكسر. جمع مشروم راح يفيدنا. حصى الورد والله ما ادري ايش الفائده منه، لكن نشيله احتياط عشان ما نتندم بعدين. اعتقد انه الفطر والشغلات هذه ما تطلع مره ثانيه اعتقد، لانه بتكون سيرفايفل، فراح يصعبون الشغله شوي عليك. فالاشياء اللي تاخذها، اوه في اشياء هنا واجد، بيحاولون يخلونها ما تطلع لك عشان تصير صعبه شوي. اعتقد انه كذا، ما ادري، راح نجرب نشوف. طيب المنطقه هذه فيها زي المقابر، هذه وش هي؟ ريفايف، ها تعيش وترجع. كيف ناقصني فلوس؟ ريسبون توتم برينج باك يور هوميز. ترجع ناس معك يعني ولا ايش؟
لازم نجربها لازم نجربها، هذه لازم نجربها. خلينا نشوف هذا كول فحم، كفو، خلونا نجمع فحم لانه راح نحتاجه في الطبخ، لانه لازم نلقى بقر الان ناخذ لحم، اللحم هو اللي راح يهيل ويفيدنا. هذه وش هي؟ ستارت باتل، تبدا معركه، ما نبغى نبدا معركه، حالتنا سيئه ووضعنا سيء، ما احنا مستعدين. سمعت صوت غريب، اوكي خلونا نطلع فوق نشوف ايش في فوق. نحول على الاكس، نبغى بقر، وين البقر؟ ما نشوف شيء. هذا بكم؟ 25، فيس مالنا نصيب في الصناديق. في صناديق اللي مجانية هذه، بس ما تلقاها بسهولة. في بيت هناك، فشي جدا كويس. نحول على هذا، اوكي يبدو لي انه الليل خلاص، الساعة 23 الان راح يتفلتون الناس، فكويس انه راح يجوني وانا هنا. بس الكويس انه ما عندي اكل، لحظة لحظة، انه ما عندي اكل. خلنا ناكل من المشروم هذا، نشوف اول واحد هذا. اي هذا يزيد كل شيء مثل ما توقعنا، هذا راح يزيد الجوع شوي، وهذا يهيل راح اخليه بعدين. طيب نيجي نبغى نروح نتسحب شوي، لاني احس انه في احد وراي. نفقع البيت، في صوت، والله اني داري. خلنا نذبح قبل يتجمعون، كويس انه زادت سرعة الضرب عندي، فهذا الشيء نفعني. باقي لي شوي اعيش احد اللي ميتين هناك. اشبهم كثيرين كذا فجأة. هذا عضني عضني عضني، الله يخرب بيته الدمج حقه. ايوه بقر، في بقر، كل شيء عندنا في المنطقة هذه، فراح تكون حلوة. نخلص شغلنا فيها هنا اول شيء. نخلص من هذولة. يخرب بيتك انت وياه، ابغى سيف، ابغى سيف. ابلع، روح روح روح. ايوه هلقم انت وياه. اوه قولم قولم قولم، ابغى فلوسي ابغى فلوسي، ما ابغى اروح. شيل هذا شيل هذه، فين طلع لي؟ اوه سرعة الضربة. شوف نقدر نذبحه، والله الدمج ضعيف. اوكي رسبنوا لي هذول، فالافضل اني افقع. استامنا راح. اوه رسبن لي بعد هذا. القول مستلمني معاهم. نحاول قد ما نقدر نعيش. يا ابوي انت ما ودك تأخر؟ هنجرب البيكاكسي. البيكاكسي يدمج اكثر لانه حجري. اوكي اوكي اوكي، والله توقعت اني راح اموت. شيء كويس جدا، جمع جمع الاشياء هذه. ابلع ابلع يا نعال ابلع. طيب خلونا نطلع فوق نجمع لنا بقر، نحتاج اكل، وضعنا سيء مع الاكل. شيل هذه حق استامينا، وهذه استامينا، وهيل هيل خلاص. القمح ما ادري كيف راح نطبخه بعدين، او كيف راح نحوله اكل، بس ما هي مشكله. خلونا نحول على، اوه هذاك معاه عصا، وشو هذا؟ تمثال. اوكي خلنا نذبح هذه. موتي موتي، اعطينا لحم يلا سري سري. اوكي اعطتنا لحم، كم حبه؟ اثنين بس. خلنا نجمع الثانيه، نشوف الاكس. البيكاكس شكله يدمج اكثر يا ناس، شوف استامينا ما في، لاني قاعد اضارب وقاعد اركض وقاعد. اوكي جمعنا لحم، الحين راح نطبخه. بس هذا وشو؟ تشالنج، يقول لك تحدى. لا يا ابوي انا الصغار بغى يجلدوني انا. طيب خلينا نجي هنا، في صناديق. اوكي فيها خبز، هذه فيها شغلات حلوه. كيف ناخذ بسرعه كذا؟ ناخذ بسرعه. اوكي فيها اكس خشبي يسحب عليه، بيكاكس عفوا. نشيل هذا نشيل هذا وشيل الجولد. اوكي عندنا اشياء حلوه، خلونا ناكل اول شيء. اوكي قاعدين نزود. الخريطة اعطت لي موقع هناك، يبغانا لا لا بس خلاص خلاص اتحمس، يبغانا نروح له. فالحين نبغى نسوي شو اسمه، الله يلعن ابليس، نبغى نسوي فرن. الفرن وين؟ اول شيء ننزل هذه، لانه احنا سحبنا على طاولتنا هناك ورا، فراح نجيب هذه. كيف نسوي لها روتيت كذا؟ حتى الروتيت حقهم مفقوع،
ما تجي سيدة داخل البيت. خلونا نجرب كذا، خليها كذا يا رجال هنا، لا كذا، حط الطاولة هنا، عندي أشياء واجد. تورش ما فتح لي، عصا ليه؟ أو سيف. طيب هذا نبغى نسويه، نحتاج خشب، وهذا الفرن اللي نطبخ فيه الحديد والشغلات هذه. ما عندنا حديد واجد، لكن للأمانة راح نحتاجه. نلفه، جيبه هنا، خليه كذا كذا، ونحط فيه الجولد، نخليه يطبخ، ونحط له فحم. نوجه لي اللي هنا اللي قلنا بننقذهم، نشوف ايش سالفتهم هذول قبل نروح للعلامة اللي هناك. المشكلة ما في خريطة تعرف اتجاهك، روحتك وجيتك، والجوع قاعد يزي ينقص بشكل مو طبيعي. هذا وشو؟ شالنج؟ لا ما نبغى شالنج. لحظة، ايش الوردي هذا؟ اوباميوم، اوباميوم، وش هذا؟ الجولد نقدر ناخذه؟ ما نقدر ناخذه. اوكي هذا مجاني، فيه كبسولة تزيدنا الدرع، فهذا شيء جدا كويس. هذا مجاني ولا برضو بفلوس؟ هذا بفلوس، ما ابغى اضيع فلوس عشان ابغى اشوف هذولي، هل اقدر ارجعهم ذولي ولا ايش سالفتهم؟ هذا ايش؟ لا تقول لي اتحدى معاه سيف شالنج. لا معاه سيف، هذا ايش سالفته هذا؟ Bring back your homies. طيب كيف؟ شلون؟ كيف أعيشه؟ ادفع. طيب لا، هذا افتح لي الشات، غير الشات، هذا قاعد يكتب في الشات. طيب شلون رجع ذا الحين؟ كان جا الليل سريع، تونا بادين يا هو. والله ذاك بعيد، لو رحت لبا اسحب على الجولد حقي وشغلاتي. لا لا خلونا نرجع لها. عندي درع الان دمي 100 ودرعي 110. في صوت ركض، في صوت ركض، هذا وراي 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 وراي. الحين لو سويت لي بيت يكسرونه ولا؟ ايوه قطع الوجه، قطع الوجه، ابلع يا ساتر. ايوه جمع الفطر، هذا يبدو لي انه المشروم هذا مهم اكثر من الاكل حتى، لانه ساعدك في الهيل والشغلات هذه. خلونا ننزل هذا هنا استامينا، وافقع لانه في واحد وراك. لا ترمي، لا ترمي يا زبال يا زبال. خلني اطلع سيف اوريكم. نحتاج تكون الحركة أسهل، أسرع، وتكون الشت، وتكون شوي الأشياء يعني ما هي معقدة بشوي يعني. جاي هذه الآن الاستامينا ينقص بسرعة، وزيد الأشياء، خلي اللعبة ممتعة يعني، بدل ما تفكر إنه تخلي اللاعبين يوصلون مثلا ل لفل مثلا 200. هذا لا، راح نفتح شيء ابو 50 اول شيء. هل هذول يبعدون؟ اهم شيء الجولم لا يجي لي. خليني اجرب ادخل البيت هنا اشوف يحشروني. كسرون البيت، يخشون من الجدار، ايش فايدة البيت؟ اجل ابلع ابلع انت وياه، ابلع انت وياه. اعطاني خشب، كنت احتاج خشب للامانة. نحتاج نسوي فرن، خلونا نشوف نقدر نسويه. اوكي نبغى نطبخ، نجيب هذا هنا، حطه هنا، وعطه دجاج يا طويل العمر، ونشيل الفحم اللي هنا. خلص الفحم كله؟ لا، اوه رجع نفس، فتح نفس هذا، نفتح هذا، نشيل الفحم، ونشيل الحديد اللي خذيناه او الجولد، نحط هذا هنا، نطبخ اللحم عشان نضبط وضعنا. خلونا نهيل بالفطر. اوكي كذا امورنا طيبة. نسيت ايش كنت ابغى اسوي الصدق. نشيك على الاشياء اللي عندنا ايش فيه. نحتاج الانفل، ما فتحناها اعتقد. يمكن الجدار اللي احنا نبنيه ما يقدرون يخترقونه، فهذا شيء
بيكون كويس لو انه فعلا صحيح. اسهم ما اعتقد راح نحتاجها. الدوف هذا تسويه من القمح، بس ايش هو هذا الدوف؟ صابون انا خبري. دوف دوف يضرب فيه؟ ايش الدوف هذا؟ تعال عجينة هي صح؟ نحطها هنا شوف. ايوه اطبخها، قاعد اضارب بالعجينة. تسوي خبز هيك لكان. طيب جيب كله حطه هنا واطبخ خبز، ونزل هذه اللحم نحتاجه هنا، الفطر هذا نزله هنا، والخبز تحت. الجولد ليه ما افتح لي اشياء بالجولد؟ نشوف نحط الجولد هنا. لا كذا ما افتح لي اشياء. ننزله هنا، هنا نحتاج نطبخ هذا الميتل. جيب هذه، جيب الخبز، سو كذا، حط هذه هنا. هل الجولد الميتل ليه؟ هذا فلينت. الجولد وين؟ ما عندي جولد، اقصد ايرون. اوكي ما عندي ايرون. خلصنا كل شيء، رتبنا كل شيء في البيت هذا. ناخذ لحم زيادة احتياط. ايوه شيل اللحم. يس نبغى لنا صندوق الحين ب50، نفتح صندوق ب50. ما ادري اذا اقدر اخزن عشان اكملها بعدين ولا لازم اموت، ما ادري صراحه ايش الفكره، لكن راح نستكشف مع بعض. خلينا نعبي السمنة. يعبي لك نقطه 80، اعطاني سنان. increase max hp on your on kill. يعني اذا قتلت يعطيني، ما ادري صراحه، يعطيني هيل. ايش هذا؟ بينات باتر استمنة، زاد الاستمنة حقي شوي. الجوع عندي طبعا حريقة ناسيها، انا ما هو قاعد يزيد استمنة. ناكل شوي. يس اعتقد انه كم باقي؟ 36. تفتح لي صندوق، تفتح لي صندوق. استمنة غثيث، تضغط بس شوف على طول يخلص. يعني هذا ب80، هذا نفتح هذا. ايش الخنزير هذا؟ لوكي تايم اوك اول ذا لوت. زاد الحظ حقي في اللوت بعد ما خلصت فلوسي. اوكي هذول كيف بقى جايين الحين؟ الليل لسه باقي ساعة. تعال يا معفن خلينا نضرب هذا، هذا يدمج اكثر، هذا يفك الوجه. هذا شوف، هذا يفك الوجه، يفك الوجه، يفك الوجه. يلا 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 انت ويا، خلينا نشوف هذه الحين على اساس انه رفع حظنا الخنزير هذا. خلينا نشوف راح يرفع حظنا في الصناديق هذه ولا لا. نظارات، زاد الدمج حق او القوة حقتي. تعال تعال تعال، صرت اقوى، انا صرت اقوى، صرت اقوى يا مشوه. ما ادري كيف جاي كانه هذا الكبير، هذا الكبير، كبيرهم، كبير القوم. ابلع نشبت نشبت. هذا اهم شيء اذبحه، هذا هذا. يخرب بيتك، يخرب بيتك، يخرب. لا تعض لا تعض لا تعض. دمي راح، نلحق ناكل. والله سمعت صوت شيء، قولهم كان حذفني. هنا في صناديق بس ما راح اقدر افتحها لانه هذول وراي. خلنا نخلص منهم. ثاني كبير من ذا. لاحظت شيء اني ما اقدر انط. يخرب بيت ام الدمج. افقع شوي، افقع شوي، خلونا نهيل. الله يخرب بيتك سريع. الله يقلعك يا شيخ. ايش الرابتر الجديد هذا؟
لازم نقتل هذا لانه سريع، هو ما بيخلينا نشرد، ما بيخلينا نشرد. افكع. نبغى ناكل، نوقف شوي ناكل. والله كانت النهاية، كانت النهاية خلاص، شفت العمى كذا كل شيء اختفى. ابلع انت وياها ابلع. والله ياهو دمجني كثير الكلب، بس ما عليه، لازم نشوف لنا سلاح شيء قوي. راح نفتح صندوق قوي، بس ما هم قاعدين يعطوني فلوس كثير. اوكي، في اشياء طاحت. جولد، اعطاني جولد، اعطاني، مسكتني بجولد يا مروح. هذا وش ب 28؟ نبغى صندوق ب 50. هذه ما تجمل معانا، خلينا نمشي نروح للعلامة هذه، نوجه ونفسي ينقطع. خوف خوف مو طبيعي. هذا الصندوق هنا، هذا الصندوق، خلونا ناكل عشان لا نجيب العيد. هذا قاعد يزود الجوع، ما هو قاعد يزود الهيل. اللي لاحظه ما هو قاعد يهيل. خلاص خلونا نشوف هذا ب 90. نبغى البيرك اللي يخليك كل ما تجلد واحد تهيل نفسك. ف هذا راح يفك أزمة الصراحة. هذا ب 28 جولد، جمع القمح. هذا بكم الذهبي؟ شكله ب 200. هذا هولي شيت، هذا كم؟ 28. أعتقد إنه هذا ممكن، هذا ممكن يكون ب 50. 90. هذا مجاني، أبو كلب في خشب. هيلث، ها ريجنريشن يهين. هنشوف هيلث يزيد 4 5. اوه زاد زاد. اوكي لقينا شيء يرجع الهيلث، ف هذا الشيء كنا نحتاجه بقوة. ما في الا صناديق ابو 28 يا ناس. نبغى نروح للكنز هذاك، او اللي اعطانا الخريطة اللي دلتنا عليه. نبغى نشوف ايش في هناك، نوجه نوجه لانه تعب مشوار راح امشي لين هناك. والله لازلنا نتهجول. هنشوف الصندوق هذا، كبسولة ثانية من اللي تزيد الدرع. شيء كويس، الدرع راح يفيدنا إلى حد ما. مش اللي مش البيت اللي داخل الشجرة، ادخل. يا الله من التعق. أوه في ورك بنش هنا، كويس. فيرود، هذا ما أدري شو، خشب نوع ثاني. في أكس نفس اللي عندنا، إتس أكس نفس اللي عندنا. خلينا نشوف فتحنا شيء جديد. ما في أي شيء جديد، نفس الأشياء. نحتاج الأنفل للأمانة، نحتاج الأنفل. خلينا نفتح هذا، بما إنه ما إحنا لاقين شيء ناخذ أشياء تفيدنا. زدنا الأتاك سبيد وزدنا الدرع، فاستفدنا يعني. نحتاج شيء يرفع الاستامينا عندنا فوق فوق. الخريطة هذه نكبتنا، ودتنا في آخر الدنيا الصراحة. ما أدري وين بنوصل. الليل جاء، الزومبي بيطلعون الحين أقوى من أول. وصلتنا للسفينة، السفينة هذه زبدة اللعبة. خلنا ناكل من هذا، نشيل من هذا احتياط. راح ننجلد الآن، أنا أحس إنه راح نموت الآن، بس خلونا نجهز الأغراض تحت اللي يحتاجها. هذا يسد الجوع، وهذه أكل. استامينا ما أدري إذا أحتاجها ولا لا، ما تزيد واجد. خلاص كذا تقريبا نص جاهزين، يعني مش اللي جاهزين مرة. ناخذ من اللحم شوي لأن راح نطبخ. الحلو في البقر ما يقعد يهرب يجننك. اوكي رسبنو، هذه السفينة اللي المفروض نصلحها اعتقد عشان ننجو من المدينة هذه. ف خلونا نشوف ايش تحتاج. تحتاج ايرون هنا 12 ايرون بار، وهذه تحتاج خشب من نوع الخشب الدارك 20، وهنا صناديق ما ادري ليه تحتاجها. سبلاي ما ادري وش شغلات تزيدها. هل هم ينحشرون هنا؟ تعالوا تعالوا، ايوه تعالوا. اذا بينحشرون هنا شيء جبار، بس هذا يرمي علينا. والله شيء حلو، راح يكون هذا بيس لنا، ما راح نسوي له اي درج ولا اي شيء عشان لا يطلعون. مع اني متوقع انه في طريقه راح يطلعون، راح يطلعون بطريقه ما. والله لو ترمي لين بكره خلك.
اعطاه هدات. ايوه والله قاعد يدمجني بس. يلا شي ما صار يدمجهم. اح خلونا ناكل خلونا ناكل. هذا زاد الدرع، هذا يزيد الهيل. الفطر زي ما قلنا مهم. اح الدمج عالي حقهم صاير. الله يخرب بيتك، بموت بموت بموت. الله ياخذك. هول ايش هذه؟ يشيلها؟ ليش ما شال الثانيه؟ شلت الاولى. صرفت عليها خشب. طيب هذا الصندوق بكم؟ في خريطه، في خريطه ثانيه، في شيء رمى علي سريع. طيب قاعده هيل، وضعي زفت، قاعد يدمجني الكلب هذا من تحت السفينه ما ادري كيف. هنا بيدمجني بعد. خلنا ناكل، نبغى نقتل ذولا بس، نبغى نقتل الفاشلين هذولا تحت السفينة. والله اني داري انهم راعين جلتشات. ابلع انت وياه. اوه هذا الكبير. اح موت. الله يخرب بيتك. الصغار هذول هينين يعني، ما هو ذيك المشكلة. البلا في الكبار هذول، هذا عنده عظمة شفت انا، ما نقدر اشيلها. طيب اعتقد انه هنا راح نوقف. في فلوس هنا، جيب 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 جيب. ما عندكم شيء ثاني؟ الورود هذه اللي ما ادري منها ايش منها، ايش الفائدة منها؟ فخلنا نشوف، نفتح هذا الصندوق على خير وننهي. اعتقد انه هنا راح نوقف ونكمل بعدين. شو اعطاني؟ شوز. هذا راح يعطيني موفمنت سبيد، فراح يفك أزمة في المشي. فيس شيء جدا ممتاز. كم عندي فلوس؟ باقي صندوق. يلا لعيونكم صندوق. هذا أعطاني هانجر درين سلور، كويس. هذا يقلل الجوع تبعك، فشيء جدا كويس. خلنا نطلع هنا فوق. يس أعتقد إنه هنا هو أقدر أشيلها. وصلنا لنهاية المقطع. هذه ما نقدر نشيلها، هذه ما نقدر نشيلها. راح نكمل السفينة هذه، راح نحاول نكملها. شوف حسب التفاعل على المقطع إذا تستاهل إنه نكملها ولا نسحب عليها. شاكر لكم وفي أمان الله.